مشتركي سبورانات باش نصلح لكم نموذج اخر من فروض المراقب عدد 2 في ماده الرياضيات لتلاميذ سنه 9 اساسي. نبدا بالسؤال الاولاني. اكتب على ورق تحليلك رقم السؤال والمقترح الوحيد السليم. العدد جذر لي 7 مع جذر لي 7 على جذر لي 7 يساوي 7 2 ام جذر لي 7؟ اذا هنا يكفي اني نخدم العمليه نتاعي. جذر لي 7 مع جذر لي 7 على جذر لي 7 يساوي، ردوا بالنا ردوا بالنا ردوا بالنا، لو فما تلاميذ جيت تعمل سامبليفيكاسيون هكا واللي هي غلطه. اذا نجم نخرج جذر لي 7 كعامل مشترك لهنا، شنو باش يبقى لي؟ باش يبقى لي 1 مع 1 على جذر لي 7، اذا يساوي لهنا نجم نختزل توا بجذر لي 7 لخاطر عندي ضارب 1 مع 1 2. اذا الاجابه الصحيحه هي الاجابه 2. العدد جذر لجذر لي 2 الا 5 قول 2 هو جذر لي 2 الا 5 ولا 5 الا جذر لي 2 والا جذر لي 2 مع 5. اذا لهنا شنو عندنا؟ عندنا جذر لجذر لي 2 الا 5 قول 2. شنو باش تجيني النتيجه لهنا؟ هل هي جذر لي 2 الا 5 معناتها نفس النتيجه والا 5 لجذر لي 2 والا جذر لي 2 مع 5؟ اذا لهنا لازم تكون النتيجه موجبه اللي هي القيمه المطلقه لجذر لي 2 الا 5، خاطر جذر تربيعي ديما موجب، اذا يساوي 5 الا جذر لي 2. اذا النتيجه الصحيحه هي ب. اذا كان او جي معينا متعامدا في المستوي والنقطتين ا هي 3 جذر لي 12 وب هي الا 4 و2 جذر لي 3، فان ا بي موازي ل او اي، AB موازي لـ OG، وإلا AB عمودي على OE. شنو نلاحظوا احنا لهنا؟ الـ A هي 3 وجذر الـ 12، جذر الـ 12 هو 4 في 3، هكا ولا؟ إذا الـ A هي 3 وجذر الـ 12 اللي هي إذا 3 و4 جذر الـ عفوا 2 جذر الـ 3، هكا ولا؟ على خاطر جذر الـ 12 جذر تربيعي ل 12 وجذر تربيعي ل 4 في 3 اللي هي 2 جذر ل 3 ب، والبي هي الا 4 و2 جذر ل 3. اذا لهنا شنو باش يكون؟ هل انه مش يكون متوازيين لهنا والا عندي تعامد؟ يكفي لهنا شنو نلاحظ؟ ان لهنا عندي البي عفوا لهنا باش تكون الا 3، عنده غلطه لهنا، دونك الا 3 و2 جذر ل 3. اذا شنو عندي لهنا؟ عندي الا هي 3 و2 جذر ل 3، وعندي البي هي الا 3 و2 جذر ل 3. شنو معناتها لهنا؟ معناتها اكس ا يساوي الا اكس بي، ايغريك ا هي بيتا ايغريك بي. اذا يكفي لهنا اني نعمل مثال صغير، دونك باش ناخذ هذه النقطه ا، قلنا اكس بي هي الا اكس ا، اذا هذه اكس ا، اذا من هنا باش تكون اكس بي هكا ولا، وعندهم ميم ايغريك، اذا النقطه بي باش تكون لهنا، اذا ا بي باش يكون موازي ل او جي. اوكي او اي عفوا، اذا ا بي موازي ل او اي، اذا الاجابه الصحيحه هي الاجابه اي. اذا كان او اي جي معينا متعامدا في المستوي والنقطتين سي و دي متناظرتان بالنسبه الى او اي، حيث سي هي 1 و بي القيمه المطلقه لبي الا 3 جذر 14، اذا شنو باش تكون هنا الفاصله؟ فاصله النقطه دي. اذا هما اش بيهم هذوما زوز؟ هما متناظرتان بالنسبه الى او اي. شنو معناتها هنا؟ مثال عندي هذا المعين نتاعي، عندي هذه هي الاي وهذه هي الجي وهذه هي الاو. اذا لهنا الا والسي والدي متناظرتان بالنسبه الى او اي. مثلا انا باش ناخذ النقطه سي لهنا، اذا دي باش تكون مناظرتها بالنسبه الى او اي، اذا فين باش تكون لهنا النقطه دي؟ يعني النقطه دي باش تكون من ناحيه هذه، هكا ولا؟ هذه هي النقطه دي. عندهم نفس الاكس ولكن الايغريك مختلفين، اذا سي هي اكس ايغريك، دي باش تكون بالطبيعه اكس الا ايغريك، متناظرتان بالنسبه الى او اي. اذا لهنا عندي انا سي هي 1، اذا دي باش تكون عندها 1، اذا عندي هذه 1 هذه 1 وهذه الا 1، اذا هذه اليميني مانيش باش ناخذها. والسي هي القيمه المطلقه لبي الا 3.14، دي باش تاخذ الا سي. اذا انا لهنا يكفي اني نحسب القيمه المطلقه لبي الا 3.14، شنو باش تكون لهنا؟ باش تكون بي الا 3.14، على خاطر لهنا هذه موجبه. اذا دي ايغريك دي باش تكون الا بي الا 3.14، معناتها الا بي مع 3.14. اذا دي فاصلتها 1 والا بي مع 3.14 ولا 3.14 الا بي. اذا هذه هي الاجابه الصحيحه. السؤال الخامس. إذا كان او اي جي معينا متعامدا في المستوي والنقطتين ام واحد وواحد الا بي وان الا واحد وواحد مع بي، فان ام ان موازي لاو اي،
ان و ام متناظرتين بالنسبه الى او والا جي منتصف ا بي. شنو عندنا؟ عندنا ام واحد والان الا واحد، اذا هنا عندي اكس وهنا عندي الا اكس، هنا عندي واحد الا بي وهنا عندي واحد مع بي. لهنا ما عندهمش، معناتها مثل هنا عندي إجريك، كي نعمل الا إجريك لازمها تكون بي الا واحد. اذا بالطبيعه هل هما متناظرتين بالنسبه الى او؟ باش يكونوا متناظرتين بالنسبه الى او لازم واحده اكس الا اكس، إجريك الا إجريك، اذا هذه اليميني. هل انه الام ان موازي للاو اي؟ وقتاش تكون هنا ام ان موازيه الى او اي؟ لازم تكون الا والبي لهما نفس الفاصله. شو معناتها نفس الفاصله؟ لهنا عندها عندهم نفس الاكس، اذا ماهوش موازي لاو اي. وقتاش يكون موازي لاو جي؟ وقت يكون عندهم عفوا موازي لاو جي وقت يكون عندهم نفس الفاصله، اذا لهنا ما عندهمش نفس الفاصله. وموازي لاو اي وقت يكون عندهم نفس الترتيبه، لهنا ما عندهمش نفس الترتيبه. اذا هذه قلنا غلطه وهذه قلنا غلطه، اذا الاجابه الصحيحه مش تكون جي هي منتصف ا بي. اوكي، اذا لهنا وبالطبيعه يلزمني ان نوريكم التعليل. إذن لهنا جي فاصلتها باش تكون ماي صفر واحد هكا ولا. إذا كي ناخو أنا جي منتصف إم إن، إكس جي يساوي إكس إم مع إكس إن على اثنين اللي هي واحد مع إلا واحد على اثنين يساوي صفر، أويني. وإكريك جي يساوي إكريك إم مع إكريك إن على اثنين اللي هي واحد إلا بي مع واحد مع بي على اثنين اللي هي اثنين على اثنين اللي هي بيان سور واحد أو واحد. دونك جي هي منتصف أبي. تعدى للتمرين الثاني واللي هو على خمس نقاط، أحسب ما يلي. إذا لهنا باش نحسبو، عندي جذر تربيعي لسبعة قوت اثنين يساوي سبعة، جذر تربيعي لمية على تسعة هو جذر تربيعي لمية على جذر تربيعي لتسعة اللي هو عشرة على ثلاثة، جذر تربيعي لأثناش في جذر تربيعي لثلاثة هو جذر تربيعي لأربعة في ثلاثة لأثناش في جذر تربيعي لثلاثة، اللي هو جذر تربيعي لأربعة في جذر تربيعي لثلاثة في جذر تربيعي لثلاثة اللي هي اثنين في ثلاثة يساوي ستة، واحد على جذر تربيعي لثلاثة على اثنين على ثلاثة، لهنا يساوي واحد على جذر تربيعي لثلاثة في ثلاثة على اثنين، أور ثلاثة هي جذر تربيعي لثلاثة في جذر تربيعي لثلاثة على جذر تربيعي لثلاثة في اثنين، نجم نختزل بجذر تربيعي لثلاثة إذا يساوي جذر تربيعي لثلاثة على اثنين. أوكي، نتعدى للسؤال اثنين لتكون العبارة إما يساوي جذر لسبعة إلا اثنين جذر لثلاثة مع إلا واحد مع بي إلا جذر لسبعة إلا جذر لثلاثة إلا بي. السؤال لهنا اختصر العبارة إما مبينا أن إم يساوي إلا واحد إلا جذر لثلاثة. إذا ام يساوي جذر لسبعة إلا اثنين جذر لثلاثة مع إلا واحد مع بي إلا جذر لسبعة إلا جذر لثلاثة إلا بي، يساوي جذر لسبعة إلا اثنين جذر لثلاثة مع، عندي قبل القوس إذا ما يتغير حتى شيء، عندي إلا قبل القوس ردوبان ولا دونك باش نجي نحي القوس هذا، يساوي جذر لسبعة إلا اثنين جذر لثلاثة إلا واحد مع بي إلا جذر لسبعة مع جذر لثلاثة إلا بي. طيب باش نعمل الاختزال، عندي جذر لسبعة إلا جذر لسبعة نجم نتخلص منها، فوالا عندي بي إلا بي نجم نتخلص منها، باش تبقى لي إلا اثنين جذر لثلاثة مع جذر لثلاثة معناتها إلا جذر لثلاثة إلا واحد. إذا هذه هي العبارة إم، فوالا دونك اللي هو إلا واحد إلا جذر لثلاثة، فوالا هاكا وصلنا لها، دونك اللي هي إلا واحد إلا جذر لثلاثة. كيف كيف نتعدى للسؤال الموالي، أحسب القيمة المطلقة لأم. القيمة المطلقة لأم يساوي القيمة المطلقة إلا واحد إلا جذر لثلاثة اللي هي القيمة المطلقة إلا واحد مع جذر لثلاثة يساوي واحد مع جذر لثلاثة. ولا نتعدى للسؤال الموالي لتكون العبارة إن يساوي واحد مع جذر لثلاثة في إكس إلا بي مع واحد مع جذر لثلاثة في بي مع جذر اثنين، فكك إلى جذاء عوامل العبارة إن، أوجد العدد الحقيقي إكس في حالة إن يساوي صفر. إذا إن يساوي واحد مع جذر ثلاثة في إكس لا بي مع واحد مع جذر ثلاثة في بي مع جذر اثنين. شنو نلاحظوا حنا لهنا؟ نلاحظوا إنه واحد مع جذر ثلاثة تتعاود، نجم نخرجها كعامل مشترك، إذا يساوي واحد مع جذر ثلاثة، لهنا مش تبقى لي إكس إلا بي، ولهنا مش تبقى لي عندي مع B،
بي مع جذر 2، نجم نختزل بالبي، إذا يساوي 1 مع جذر 3 في إكس مع جذر 2. إذا هذه هي الآن ولا. تعدى للسؤال الموالي واللي هو أوجد إكس في حال إن كانت تساوي صفر. إن يساوي صفر يعني بتبيع على هنا 1 مع جذر 3 عدد مخالف لصفر، إذا هنا إكس مع جذر 2 يساوي صفر، معناتها إكس يساوي إلا جذر 2. فوالا، إذا هكايا نكون كملت التمرين رقم 2. نتعدى للتمرين الثالث. شنو عندي هنا في التمرين الثالث؟ عندي عبارتين لهنا بتبيع باش نتبع التمشي المطلوب في التمارين. عندي أ و ب. أول سؤال بين أن أ يساوي و ب يساوي. إذا التمرينات هذوما كلاسيك استأنسنا بهم. إذا هنا نبدأ بالعبارة الأولانية واللي هي العبارة أ. أ يساوي إلا جذر لي 5، ردوا بينا كيف في العلامات لهنا. إذا مش نحاول ننشر إلا جذر لي 5 في جذر لي 5، إلا جذر لي 5 في إلا جذر لي 3، إلا جذر لي 3 في 4، إلا جذر لي 3 في جذر لي 5 يساوي. لهنا مش تعطيني إلا 5، لهنا مش تعطيني مع إذا فوالا عندي مع 3 جذر لي 5 في جذر لي 3، خليها كيف ما هي تنوريكم علاش، إلا 4 جذر لي 3 إلا جذر لي 3 في جذر لي 5. إذا لهنا نجم نعمل اختزال على هذاك خليتها، دونك نختزلوا بها. شنو باش تبقى لي؟ باش تبقى لي إلا 5 إلا 4 جذر لي 3، إذا أ يساوي إلا 5 إلا 4 جذر لي 3. فوالا، اللي هو بالطبيعة اللي يحب يخلط لها. تعدى العبارة ب يساوي جذر لي 75 إلا جذر لي 27 مع جذر لي 12 مع 5. إذا هو يحب يبين هنا جذر لي 3، إذا هنا باش نحاول نحلها. عندي 75 7 مع 5، إذا لهنا باش تجي 13. 13 ما تقبلش القسمة على 3، ولكن 75 تقبل القسمة على 5. هكا ولا، خاطر لاحظ إنه الرقم الأحاد نتاعها إذا لهنا هو 5، تفهمنا؟ إذا باش تعطيني 25. ولا دونك تقبل قسمة عفوا على 5، ولا عفوا لهنا تقبل القسمة على 3، تقبل القسمة، خاطر 7 و 5 هي 12 مش 13. إذا لهنا باش تعطيني جذر تربيعي لي 3 في 25، على خاطر 75 على 3 هي 25، إلا 27 على 3 هي 9 في 3، و 12 على 3 هي 4 في 3 مع 5 يساوي. لهنا باش تعطيني 5 جذر 3، إلا لهنا باش تعطيني 3 جذر 3، ولهنا باش تعطيني 2 جذر 3، ولهنا مع 5 يساوي. عندي 5 جذر 3 إلا 3 جذر 3 اللي هما 2 جذر 3 مع 2 جذر 3، إذا 4 جذر 3 مع 5. هذه هي العبارة ب. فوالا، إذا هكايا نكون وصلت للنتيجة اللي حب عليها. بين أن أ و ب متقابلان، معناتها كي نحسب أ مع ب يلزم نلقاها صفر، إذا إلا 5 إلا 4 جذر 3 مع 4 جذر 3 مع 5، إذا لهنا باش تعطيني هذوما باش يتنحوا، إذا يساوي صفر. إذا أ و ب متقابلان. ولا تعدى للسؤال الموالي، يبين ان ا مع 12 يساوي 7 الا جذر 3. احنا عندنا ال ا باش نزيدوها ل 12 يساوي الا 5 الا 4 جذر 3 مع 12. لهنا يساوي 12 الا 5 الا 4 جذر 3، 12 الا 5 اللي هي 7 الا 4 جذر 3. فوالا هكا وصلت لها. وب مع 2 عندنا الب باش نضيفوا لها 2 يساوي 4 جذر 3 مع 5 مع 2 اللي هي 4 جذر 3 مع 7. الأسئلة سهلين لهنا، إذا كان ما وصلتلهمش النتائج هذوما في الامتحان استعملوهم في السؤال الموالي، فهمنا؟ بين أن أ مع 12 مقلوب ب مع 2، شو معناتها لهنا؟ معناتها كي نعمل أ مع 12 مقلوب ب مع 2، معناتها يلزم يكون يساوي 1 على ب مع 2، معناتها أ مع 12 ضرب ب مع 2 يساوي 1. مقلوبين هكا ولا. اذا لهنا باش نعمل، عندي 7 الا 4 جذر 3 ضارب 7 مع 4 جذر 3. لهنا باش نطبق القاعده ا مع ب الا ا مع الا ا الا ب ضارب ا مع ب اللي هي ا قوه 2 الا ب قوه 2. فوالا، اذا باش تعطيني 49 الا لهنا باش تعطيني 16 ضارب 3 يساوي 49 الا عندي 3 في 6 اللي هي 18 إلا 48 إذا يساوي 1. إذا أ ضرب ب يساوي 1، إذا أ مقلوب ب ولا ب مقلوب أ، وإلا أ وب إذا مقلوب
متقى بلين عفوا، بين ان فوالا ا و بي مقلوب ا مقلوب ا مع 12 مقلوب ب مع 2 فوالا، لهنا مش ا مع في بي، لهنا ا مع 12 فوالا، دونك ا مع 12 في بي مع 2 يساوي 1، اذا ا مع 12 مقلوب ب مع 2 فوالا. نتعدى للسؤال الموالي، استنتج حسابيا للعبارة U، إذن هنا استنتج حسابا للعبارة U، إذن U هي شنو؟ U هي 1 على B مع 2 مع 1 على A مع 12، نحاول نوحد المقامات لهنا، يساوي إذن A مع 12 على B مع 2 في A مع 12، إذن هنا ضربت الكسر الأولاني في A مع 12 مع B مع 2 على A مع 12 في ب مع 2، ضربت الكسر الثاني في ب مع 2، إذا المقام المشترك هو ب مع 2 في أ مع 12، ولهنا عندنا أ مع 12 مع ب مع 2، وبما أنه أ وب لهنا أ مقلوب ب، إذا هذا باش يعطيني 1، إذا يساوي أ يساوي أ مع ب مع 12 مع 2، اللي هي أ مع ب مع 14، وأنا عندي أ ومع ب، إذا إحنا عندنا إنه أ وب متقابلين، إذا أ مع ب يساوي 0، إذا هذه يساوي 0، شنو باش تعطيني؟ يساوي النتيجة أ هي 14، فوالا. تعدى للتمرين الأخراني واللي هو تمرين على 5 نقاط، التمرين الرابع، أرسم مثلثا أ بي سي وأعطيني لهنا الـ يعني كل ضلع كم يساوي، إذا باش ناخذ أنا المسطرة نتاعي ونحاول نرسم لكم المثلث، إذا أ بي سي عفوا، أ بي هي 4 سنتيمتر، إذا باش ناخذ لهنا 4 سنتيمتر، هذا هو الضلع أ بي، وعطيني الضلع AC 5 سنتيمتر و BC 6 سنتيمتر، هذه يزني ناخوها بالبركال، إذا ناخو البركال نتاعي ناخو AC 5 سنتيمتر، ناخو لهنا على الإبرة على A خاطر حاجتي بال AC، و AB 6 سنتيمتر، فوالا، خذها 6، وناخو على B، إذا نقطة تقاطعهما هي النقطة C، وهكي نكون صورت المثلث نتاعي، فوالا. ثم عين M من AB حيث AM يساوي 1 سنتيمتر، إذا هذه هي النقطة M. المستقيم المار من M والموازي لـ BC يقطع AC في N، باش نصور مستقيم، إذا يكفي لهنا إني نعمل العمودي، بعد نعمل العمودي على هذا المستقيم ويمر من M، باش يقطع المستقيم AC في نقطة اللي هي N، بين أن AN يساوي 1.25 وMN يساوي 1.5، لهنا باش نعملو طالس، شنو عندنا؟ عندنا BC موازي لـ MN، وبالطبيعة عندي أنا نقاط AMB على استقامة واحدة و ANC على استقامة واحدة، و ANC كيف كيف، ماني وريتكم أنا في التلخيص كيفاش نستعملو نطبقو نظرية طالس، إذا لهنا نظرية طالس شنو باش تعطينا؟ تعطيني AM على AB يساوي AN على AC يساوي MN على BC، باش نعوض هنا AM اللي هي 1 على AB اللي هي 4 يساوي AN اللي انا ما نعرفهاش باش نلوج عليها على AC اللي هي 5 يساوي MN اللي انا ما نعرفهاش على BC اللي هي 6، اذا هنا باش ناخذ هذوما زوج باش نطلع على AN، معناتها 1 على 4 يساوي AN على 5، معناتها 4 AN يساوي 5، AN يساوي 5 على 4 اللي هي 1.25 سنتيمتر، باش ناخذ هذوما الزوج، باش ناخذ 1 على 4 و MN على 6 باش نطلع على MN، 1 على 4 يساوي MN على 6، معناتها 4 MN يساوي 6، معناتها MN يساوي 6 على 4 اللي هي 1.5 سنتيمتر، اوكي فهمنا؟ المستقيم المار من C والموازي لـ AB يقطع MN في D، إذا مش نرسم مستقيم يمر من C وموازي لـ AB، فوالا، إذا لهنا مش نجي نعمل العمودي على AB، مش نصور المستقيم العمودي على هذا المستقيم ويمر من C، فوالا، المستقيم المار من C والموازي
ل آه ب يقطع ام ان، اذا طول هنا في الام ان في نقطه اللي هي دي، ولا هذه هي النقطه دي اللي حب عليها. احسب سي دي، يحب يحسب سي دي، واحسب ان دي وان دي، اذا هنا يحب يحسب هذوما الزوز. احنا شنو عندنا هنا؟ عندنا هذوما زوز مستقيمان متوازيان. هنا باش نطبق تاليس على اللي بالاحمر، هذا وريتكم في التلاخيص كيفاش نطبق تاليس. اذا شنو باش تعطيني هنا؟ باش تعطيني ان سي على دونك لهنا ان ا يساوي ان دي على ان ام يساوي لهنا. اذا حضرنا احنا ان سي على ان ا يساوي ان دي على ان ام، دونك يساوي دي سي على ام. فوالا هو لهنا عندي معطيات وعندي المجهول بتاعي، دونك هو يحب يلوج لهنا على السي دي ولا دي سي. اوكي، اذا لهنا شنو عندنا؟ والان سي انا نعرف لهنا ال ام نجم نعوضها، نعرف ال ان ا اللي حسبتها دونك في التمرين اللي قبل. اذا شنو باش تعطيني لهنا؟ عندي ال ان سي على ان ا اللي هي 1.25. اذا مادام ال ان ا 1.25 وانا نعرف ال ا سي، ال ا سي نعرفها اللي هي 5، اذا ال ان سي شنو باش تكون؟ ان سي هي 5 إلا 1.25، إذا يساوي 3.75. فوالا، إذا لهنا 3.75 بتبيع سنتيمتر، يساوي إن إن دي، إن دي إذا اللي يسأل فيه عليها، على إن إم، فوالا إن إم أنا حسبتها اللي هي 1.5، يساوي دي سي اللي باش نلوج عليها، على أم، أم اللي هي 1، فوالا، دونك لهنا نجم هذه باش نحسبها الإن دي. ان دي يساوي اذا 3.75 في 1.5 على 1.25. نطبق لهنا نحسب النتيجه، ودي سي على 1 يساوي اذا دي سي على 1 يساوي 3.75 على 1.25 ونحسب. اوكي، هكا يكون كملت نموذج اخر من فروض المراقبه عدد 2 في ماده الرياضيات لتلاميذ سنه 9 اساسي. كان عندكم اي استفسار تنجموا تتصلوا بصبوره نت.